بسم الله وابن وروح القدس الان واحد امين. اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تعيش وتخدم. النهارده هناخد مع بعض حلقه كده في تعيش وتخدم في موقف حصل مع سيد المسيح والتلاميذ في البدايه خالص. وعايزك وانا بتكلم معاك كده في الاصحاح اللي هنتامل فيه ده كده مع بعض، عايز تفتكر بدايتك في الخدمه كانت عامله ازاي. فاكرين كل واحد كان في الخدمه عامل ازاي اول ما جه او ما ابتدى؟ كان اول ما ابتدى كده ايه، يقول لك انا ما فهمش حاجه، انا ما اعرفش حاجه. بعدين بدات الدنيا تتطور، بقيت فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه. بعدين الدنيا بقت تتطور اكتر، بقيت تشوف مين يعرف يفهم، ينفع يخدم ومين ما ينفعش. بقت الدنيا تتطور اكتر، وممكن تقول ده يبقاش يخدم، ده ما يقعدش معانا في الخدمه. شوف الدنيا اتطورت ازاي. فعايز اكلمك كده عن اصحاح في انجيل لوقا صح الخامس، في بداية اختيار الله الخدام. ايه اللي حصل؟ وكان ايه موقفهم؟ وايه المتطلبات عشان تفضل ثابت في خدمتك ويتقال لك تعيش وتخدم؟ عاوز اقرا لك كده لصح الخامس انجيل لوقا من اول آية واحد، لما بدأ السيد المسيح يختار تلاميذه. بص المواقف اللي حصلت ايه، وايه اللي ربنا طلبه مني كخادم علشان اقدر اكمل خدمتي بأمانة وبقلب صادق، وزي ما بنقول في القداس كده قلب محب للإخوة، وقلب كده يكون بسيط. يقول إيه؟ وإذا كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنسارت، فرأى سفينتين وقفتين عند باب عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. السفينة دي ممكن تكون مثلا خدمة، هي خدمة، هي الكنيسة، هي عملك. بصوا جمال الخادم في شخص المسيح، رغم ان الناس كلها عليه تزدحم عليه وكله عايز يسمع له، بس عينيه لقطت اتنين، لقطت خدام غسلوا شباكهم وقالوا ايه؟ نفضها سيرة. قالوا ايه؟ نفضها سيرة. احنا لا عارفين نصطاد ولا عارفين نخدم، وتعبنا الليل كله وما نصيتش شيء، لم شباكك يا عم، سيبك من خدمة، ولا عارف أخدم ولا عارف أعمل حاجة. في نفس الوقت السيد المسيح، الناس حواليه، رغم أن الناس حواليه ما اهتمش الناس حواليه، لكن اهتم بالناس اللي فشلت. وده ميزة القائد. لو أنت قائد في خدمتك، أرجوك لما تلاقي نفسك ناجح خلي عينك تلقط أوجاع الخدام اللي حواليك. ممكن تلاقي خادم قال أفضها سيرة وامشي، ممكن تلاقي خادمة قالت خلاص كفاية. ودخل أحد السفينتين، راح دخل جوه المنطقة اللي فيها عجز، عجز أخويا. دخل السفينتين التي كان لسمعان وسألوا أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. أول حاجة علشان ترجع تاني خدمتك وترجع تعرف تجيب نفوس، أول حاجة تبعد عن البر. ايه بر الخادم؟ بر الخادم هو كل امكانياته. سمعان بطرس كان عارف انه صياد كويس، كان عارف انه عنده شباك قوي، كان عارف كل حاجه، ولم الليله دي كلها وقال فضها ايه؟ فضها سيره. فسيد المسيح قال له ايه؟ قال له ابعد عن البر، ابعد عن امكانياتك. انا كليريكي، انا واخد كورسات، انا عارف قرايات، انا بقالي سنين في الخدمه. ملهاش قيمة قصاد كلمة الله، ملهاش قيمة. سيد المسيح قال له أول حاجة علشان ترجع خدمتك، ابعد عن إمكانياتك. أرجوك بإمكانياتك مش هتعرف تجيب نفوس، مش هنعرف نعمل حاجة بإمكانياتنا، مش هنعرف نعمل حاجة. وصدقوني إحنا ساعات بنقول الكلام ده اتضاع، أنا معرفش أعمل حاجة، وإنت من جواك تقولك أنا الجن، أنا الجامد، انا مفيش حاجه، انا مفيش مني اتنين. المسيح قال له ابعد عن البر. بس وانا ببعد عن البر وببعد عن الامكانيات، ممكن تدخل المسيح بقى عشان هو اللي هيعلم. زمان كان البر بتاعك اللي بيعلم، امكانياتك اللي بتعلم. فدخل المسيح، ولما خلص المسيح تعليمه قال له بص بقى المرحله الثانيه، ادخل للعمق، سيب امكانياتك وخش للعمق. بصوا بقى
ايه المشكله هنا؟ طب انا يا رب سبت امكانياتي، ازاي اخش العمق؟ انت هتخش بيا بقى. امكانياتك دلوقتي هي ان معاك المسيح، مش معاك امكانيات تانية بشريه. ياما خدمات يبقى معاها فلوس، معاها مواهب، معاها كل الامكانيات اللي تخلي الخدمه دي نار، لكن المسيح مش موجود فيها. ساعتها عمرها ما هتقال لك تعيش وتخدم. لكن لما يبقاش معاك فلوس، معاكش مواهب، معاك المسيح، هيبقى معاك كل حاجه. ودي الحقيقه، ده مش كلام وعظ، دي الحقيقه. تعال بص على خدمتك، وكل واحد يبص على خدمته، وانا اقولكم تعال شوف اليوم اللي تستخدم بيه بامكانياتك، واليوم اللي تترك فيه امكانياتك وتخش للعمق ومعاك المسيح فقط، هتجيب ثمر اكتر. فقال له ادخل للعمق والقوا شبككم للصيد، انا معاكم. سيب امكانياتك، ابعد على البر، خش العمق، انا اللي معاك، وحط شباكك. فانا عندي ايماني ضعيف، فقلت له يا معلم ده انا بامكانياتي تعبت الليل كله ولم اصطاد شيء. رحت فكرت كده قلت ايه، لكن على كلمتك بالايمان انت اللي هتجيب النفوس يا رب مش انا. ولما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شباكهم تخترق تتخرق، فاشاروا الى شركائهم الذين في السفينه الاخرى ان ياتوا مصدر كل امر. مش بس هتجيب نفوس، ده كمان هيتخلي كل الناس تشترك معاك في الخير، كل الناس تشترك معاك في الخير. فيحصل هنا مرحلة مهمة جدا للخادم. فلما رأى سمعان بطرس ركبتي يسوع فأنا رجل خاطئ. يجي هنا لما سبت إمكانياتي اشتغلت بالمسيح ولقيت المسيح اداني ثمر كتير، هنا لازم اقدم العباده وارجع للمحبه الاولى واقول له يا رب انا خاطئ، انا ما استاهلش، اعترف بخطيئتي كخادم، انا خاطئ يا رب، ازاي بتستخدمني وانا خاطئ؟ بس انت تركت امكانياتك ومسكت فيا. إذا اعترضته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللي كان شركي سمعان. فقال يسوع لسمعان، ويسوع بيقول لك وبيقول لي لا تخف، مش أنت سبت إمكانياتك ودخلت العمق ومسكت فيا وخريت على ركبتك وقلت لي أنا خاطي ما استاهلش؟ لا تخف، لا تخف، لا تخف، من الآن تكون صياد للناس. طول ما انت سبت امكانياتك وانا بقيت الامكانيه بتاعتك، طول ما انا بقيت الامكانيه بتاعتك وانت سبت امكانياتك ويسوع بقى هو المصدر وقلت انا خاطي، ما تخافش، ربنا يخليك تصطاد نفوس كتير جدا. ويقول لك كده ولما جاءوا بالسفينتين البر تركوا كل شيء وتبعوه. ويجي الواحد هنا يبص على الخير اللي ربنا اداهوله في الخدمه، بدل ما يمسك في الخير راح يقول لك ايه، انت يا رب مصدر الخير، انا حتى الخير ده هسيبه، الثمر ده بتاعك وهمشي وراك. ترك كل شيء وتبعوه. عشان يتقال لك تعيش وتخدم اترك امكانياتك، ادخل للعمق وخلي امكانياتك هي الله. ولما ربنا يديك خير وخدمه قول له يا رب انا ما استاهلش، انا خاطي. ولما ربنا يسمع منك كده يقول لك ما تخافش، من الان أجعلك تصطاد الناس، وساعتها تمشي وراه، وساعتها كل الناس تقول لك تعيش وتخدم. ليه كل المجد والكرامة من الآن كل أوان وإلى ظهر الدور كلها. أمين.